اتمنى بدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سعاده موزه المهيري، المديره التنفيذيه للسياسات والانظمه بهيئه ابو ظبي للزراعه والسلامه الغذائيه. الساده منظمي هذا اللقاء بقياده الدكتور سامي الجودفرا، والاخوه والاخوات في بلديه دبي. الاخوه والاخوات الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باسمي وباسم اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى، أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذا الحدث ولكل من ساهم في إعداد هذه المبادرة. كلفت مؤخراً برئاسة اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى خلفاً لأخينا الأستاذ موسى الفيفي، وأستغل هذه الفرصة لشكره لما قدمه من أعمال خلال فترة رئاسته للجنة. ولابد هنا أن أشير إلى الدور الهام الذي تقوم به الدول الأعضاء في تطوير وتعزيز مخرجات الإقليم، حيث تم خلال الفترة الماضية عقد الاجتماع الأول غير الرسمي مع دول الأعضاء، وتم خلالها طرح الأهداف واستقبال المقترحات من الدول، منها المشروع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة حليب النوق، والذي سنعمل على دعم اعتماد هذا المشروع بإذن الله تعالى. وكذلك تم تفعيل مجموعة الأعضاء عبر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي، والغرض من هذا هو تسهيل عملية التواصل بين الأعضاء والاستفادة من الخبرات. نتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي من شأنها تحقيق أهداف اللجنة التنسيقية لتعزيز سلامة الغذاء، وبالتالي المحافظة على صحة الإنسان، وضمان ممارسة عادلة في تجارة الغذاء، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله هيئة الدستور الغذائي. ختاماً، أشكر لكم جميعاً حسن تعاونكم، وأتمنى من الله للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.